اليوم رح نترافق فيها مع عوالم الطبيعة وخيرات الأرض وكيف بنستخدم الأعشاب الطبية بالطرق الصحية للعلاج، ولكن هالمرة من جانب آخر، فمع ازدياد الترويج في الآونة الأخيرة الخاص بمنتجات الأعشاب يلي بتقوم بمعالجة مختلف الأمراض كمرض السكري والضغط وكافة الأمراض المزمنة وغيرها، لكن لابد من التعرف أكثر وتسليط الضوء بشكل أكبر على طرق موضوع غش الأعشاب يلي عم يشكل لكثير من الناس وقوع بالفخ. يمكن استغلال حاجة المريض للعلاج نتيجة الإساءة لعلم العلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية يلي صارت من الضروري إدراك بعض الحقائق عنها وطرق الرقابة عليها، وأكيد لنحكي أكثر عن هالموضوع وموضوع غش الأعشاب. بصيرنا نرحب بالدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. صباح الخير دكتور. مثل ما تابعنا بالمقدمة، صار الغش بالأعشاب وهذا موضوع كتير خطير، وخصوصا أنه هو الأعشاب مادة أحيانا بتضر، يعني إذا كانت بالطريقة الغير سليمة أو الغير صحيحة. خلينا نحكي عن موضوع الغش بالأعشاب وكيف فينا نوعي الناس عنه. طبعا بداية بشكركم لأنه موضوع مهم جدا، والحقيقة نحن يعني موضوع الأعشاب هو موضوع بات من يعني الامور التي كل بيت يعني صار متوفر فيها نوع من انواع الاعشاب باستخدامه. طبعا بالبدايه رح نحكي عن الاعشاب اللي نحن بيكون في خطا في استخدامها وليس عن نتيجه الغش، يعني تشابه بعض الاعشاب مع بعض البعض، اعشاب طبيه مع اعشاب اخرى قد تكون سامه وضاره. هذا اللي بيخلينا نحن لازم نكون دقيقين باختيار انواع الاعشاب. على سبيل المثال في انواع كاذبه للاعشاب، يعني نحن بنقول الكينا، نحن بسوريا عندنا شيء اسمه الكينا الكاذب وليس الكينا الحقيقي. الكينا الحقيقي هو نبات آخر يختلف تماما، موجود في المناطق المدارية، تأثيراته مختلفة، يستخدم في علاج الملاريا، يستخدم في علاج أيضا أو تأثيراته قلبية. أما النبات الكينا الموجود بسوريا هو الأوكاليبتوس، وهو هذا النبات الذي له دور مهم جدا في انتانات الطرق التنفسية، يستخدم كتبخيرة ويستخدم أيضا لعلاج بعض المشاكل الجلدية عن طريق تست تطبيقه موضعيا. إذا الاسم العربي غير كافي للحصول على المعلومات الكافية عن النبات. يعني هناك عالميا اتفاق على استخدام اسم لاتيني. هذا الاسم يجعل هذا النبات عالميا وتستطيعين أن تسألي عنه في أي مكان في العالم. أما الاسم الشائع في الدول فهو اسم خاص بكل دولة، فقد يكون اسم هذا النبات في مكان ما مثلا على سبيل المثال حصلبان، في مكان آخر اسمه أكليل الجبل. نباتات أخرى يعني مشهورة في المنطقة بشكلها، مثلا يقال مثلا زنب الخيل، يقال مثلا استخدام بعض النباتات التي شكلها يميزها مثلا، ولكن شوك مريم مثلا، ولكن في مكان آخر هناك اسم آخر لهذا النبات. لذلك لا يجب الاعتماد فيما يتعلق بالأعشاب المفردة على أسماء عربية فقط، يجب ردفة بالاسم اللاتيني، وهو ما يعطي موثوقية بأن هذا النبات هو نفسه النبات المستخدم. على سبيل المثال أيضا الجينسينج الذي يصل، هناك عدة أنواع منه. هناك النوع الحقيقي وذو الفعالية الطبية، هناك أنواع أخرى كاذبة، وهذا الموضوع هو الذي يميز في السعر. يعني هنا نلاحظ الفرق في السعر كبير جدا. هناك بعض من يقوم بالغش هنا بأن يأتي بأنواع ليست دستورية وليست طبية ويغش بها الأنواع الدستورية والطبية على سبيل أنها متشابهة في الشكل، وبالتالي ممكن للشخص أن يغش فيها. النوع الثاني من الغش هو المسحوق. مجرد ما استخدمنا أو طلبنا نبات كمسحوق من مصادر غير موثوقة قد يكون هذا مغشوش، لأن عملية غش المسحوق أسهل بكثير من غش النبتة كاملة. عندما نحصل على أزهار البابوناج، فأزهار البابوناج واضحة الشكل والمعالم، حينما نأخذ مسحوق لأزهار البابوناج قد نغش بمواد أخرى. لذلك هنا إذا لم نكن متأكدين من المصادر علينا أن نأخذ النبات بشكله الكامل، وهنا نخفف من موضوع الغش في هذا الميدان. الاتجاه الآخر هو النباتات المصنعة بشكل مستحضرات. هنا الغش كبير جدا، لأن كلمة natural أو طبيعي أو herbal أو أي نوع من أنواع الإيحاءات بأن هذا المنتج، تمام، هذه الكلمات الجاذبة إذا لم تراقب بشكل صحيح فهناك مشكلة كبيرة جدا. على سبيل المثال هناك بعض المستحضرات الذي ضبط في دول الخليج مثلا هو جينسينج لزيادة الوزن، وتفاجأوا بأن بعد فترة من الاستخدام وبعد الرقابة عليه بأنه يحتوي على مركبات كورتيزونية،
يحتوي على هرمون التستوستيرون ويحتوي على بعض المركبات الأخرى الكيميائية التي تسرع فعالية زيادة الوزن. أيضا هناك نوع من الغش أو نمط من الغش يرتبط بموضوع كما تفضلت في المقدمة، موضوع رغبة المستهلك في الحصول على نتيجة سريعة بإنقاص الوزن. فمثلا أدوية التنحيف، هناك بعض الأدوية تستخدم على أنها طبيعية مغشوشة ببعض المركبات الكيميائية التي تعطي نتيجة سريعة، وبالتالي هنا يكون الشخص قد ابتعد عن استخدام المركب الكيميائي المحظر استخدامه، مثلا مثل السيبوترامين ومركب قاطع للشهية بجرعة وحيدة يوميا يساعد على التحكم بالشهية، ولكنه له الكثير من الأثار الجانبية، وقياسا على ذلك منع استخدامه عالميا وحرم لأنه يسبب تأثيرات على الجملة العصبية المركزية وقد يقود للانتحار. فماذا يقومون الشركات لتغش هذا الموضوع؟ وهي كل ما نتحدث عنه ليس مصنع وطنيا، وإنما هذا يأتي بشكل غير نظامي إذا وجد، وخاصة عن طريق بعض الإعلانات التلفزيونية لبعض القنوات والمحطات الفضائية المنتشرة كثيرا، والتي تقول أنه منتج بطريقة مختلفة تمام بشكل مختلف ليس عن طريق الصيدليات أو. فماذا يقولون؟ أنه تسريع التأثير خلال كذا يوم تأخذ نتيجة. المشكلة الأساسية هنا أن هذا المركب يؤثر على الدماغ ويعطي ما يعطي، وللأسف المريض غير مدرك لأنه يعني يأخذ شيء خطير جدا، لأنه مكتوب ناتشرال أو أنه مكون من مكونات طبيعية، فهذا يؤدي إلى هذه المشاكل. فذلك أنا هنا يعني من خلال هذه الشاشة دكتور متعرف على المنتج الطبيعي أنه بحاجة لوقت. تمام، هذه النقطة اللي بدي أقولها، أنه نحن اليوم أي شيء يعطي نتيجة سريعة جدا وبجرعة صغيرة جدا هذا حكما لا يحتوي على مركبات طبيعية ممكن أن تعطي نتيجة من جرعة أو جرعتين أو بهذه السرعة بالعلاج. هناك أمر آخر للأسف يعني شائع، البعض يأتي إلى استخدام بعض المقويات الجنسية الطبيعية على أنها مقويات طبيعية وبالتالي لا تحتوي على مركبات الكيميائية التي منعه الطبيب عنها. تمام، فيأتي ويستخدم الطبيعي وهو غير مراقب. أنا عم بحكي عن كل شيء غير مراقب، أما كل شيء متوفر بشكل مراقب سواء مصنع في معامل سورية أو مستورد ومراقب من وزارة الصحة فهو يخضع للرقابة وليس هناك من مشكلة. أما ما يأتي بشكل غير نظامي تمام، هنا المشكلة. البعض يتداول بعض المركبات على أنه هذا مركب فعال لتقوية الجنس ولكنه لا يؤثر على الضغط، يأخذ جرعة أو اثنتين وإذ به في المشفى نتيجة ارتفاع الضغط، تأثيرات على القلب، وهو يعني غير مدرك لهذا الأمر. وغالبا هيك أشياء بتكون بأنه الشخص يعني يستخدمه بدون ما يستشير يعني نتيجة الحرج في استخدام هذه المركبات، وهنا تكمن المشكلة. نشاهد الكثير من الحالات أخذ هذه المركبات ووجد فيها مركبات كيميائية وأصبح التأثيرات السلبية كثيرة. يعني دكتور يعني ذكرت لنا عدة أنواع من طرق إذا فينا نسميها بتندرج تحت موضوع الغش بالأعشاب، لكن خلينا نحكي أكثر، تعرفنا عن طرق الرقابة على هالمنتجات. تمام، هو سؤال مهم جدا. الرقابة يجب اعتبار النبات مثله مثل الدواء حتى نحن نقوم برقابة صحيحة، وهذه فلسفة وزارة الصحة السورية في مخابر الرقابة في البحث ومتابعة النباتات الطبية. الحقيقة هناك شروط صارمة تطبق على الشركات التي تقوم بتصنيع النباتات الطبية شأن الأدوية، لأن الفكرة منها أنها أدوية تستخدم ولكن بتأثيرات جانبية أقل خلينا نقول، وبالتالي يجب مراقبتها من ناحية جودة التصنيع. أولاً تمام 100%. أولاً نحن موضوع الاختيار القسم الفعال هنا مشكلة كبيرة جداً. نحن بعض النباتات على سبيل المثال الزعفران نستخدم منه المياسم، إذا القسم الطبي هو المياسم الزعفران وليس بقية أجزاء النبات. إكليل الجبل، الأوراق الميرمية، الأوراق المليسة، الأوراق، حينما نتحدث عن البابونج نتحدث عن الأزهار، حينما نتحدث عن القرفة لا نستخدم سوى القشور، قشور الساق. إذا هناك قسم طبي مستخدم ما نسميه نحن ميديسينال بارت. غش القسم المستخدم ممكن أن نقول نستخدم نفس النبات ولكن قسم لا يحتوي على المواد الفعالة، وبالتالي هذا أيضا غش، لأنه نحن عم ببيعك أنا مثلا هذا النبات ولكن أنا ما عم بعطيك القسم الفعال، عم بعطيك قسم غير الفعال أو قد يكون ضار. هذا نقطة أولى. النقطة الثانية موضوع كيفية حفظ هذا النبات. النباتات التي تحتوي على زيوت عطرية كالكمون والكراوية واليانسون والشمرة
إذا حفظتها في جو مفتوح فإن هذا الزيت سوف يتطاير وبالتالي لن تكون هناك فعالية، وبالتالي هذا يؤثر فيما بعد على قيمته يعني الفعالة. حتى هيك أعشاب العطرية لازم يكون بمكان مغلق لتعطي مفعولة، عم يبيعوها بشكل مكشوف وعم تضل لفترات طويلة، ما في أي فعالية هون، يعني اللي عم تحكي عنه 100% صحيح، يعني عم نشوفها هذا يؤثر على الفعالية، هذا خطأ. هذا خطأ كبير جدا، لأنه نحن لما بنستخدم على سبيل المثال الزعتر البري أو النعنع الفلفلي أو أي نوع من أنواع النباتات التي تحتوي الزوفة أو غيرها من هذه النباتات، حينما تتعرض للهواء نخسر هذا الزيت العطري الطيار. المثال على ذلك أثناء عملية التحضير، إذا لم نحصل على كمية من الزيت في أعلى الكأس بعد ما نقوم بتحضير منقوع فنحن لم نأخذ الفعالية المطلوبة، وبالتالي هي نقطة من النقاط. نحن في بعض الأعشاب عم نشربها من باب النكهة فقط، لم نعد نحصل على القيمة أو الفعالية الطبية، وهذا الموضوع تختلف. يعني إذا طريقة التحضير كمان ترتبط بالمكونات، إذا نحن بحاجة لمكونات من رتبة الزيوت العطرية يجب أن نحضر منقوع بدرجات حرارة غير مرتفعة، إذا الماء مغلي ومن ثم نضع الأعشاب ونغطيها. أما إذا نحن عم نبحث عن مركبات فلافونوئية أو عن مركبات جليكوزيدية، يعني مثلا عرق السوس لا يحضر في على الـ يعني للحفاظ على زيت عطري، لا أنا في عندي مكونات أخرى هي اللي بدي إياها. شرش الزلوع أنا مثلا بدي فيه سابونينات، بدي استخدم بعض المركبات مثل شرش الحلاوي مثلا بدي سابونينات، يختلف طريقة التحضير. هذه المركبات ممكن أنه أنا أغليها، وبالتالي أنا يجب أن أميز ما بين مركب ومركب آخر، هذا الأمر آخر. الأمر الثالث بعملية الاختيار هو موضوع عمر النبات، يعني أنا اليوم إذا النباتات في بعض النباتات تم حفظها لفترات طويلة عدة سنوات لم يبقى لها فعالية، إذا نحن بدنا فإذا له عمر يعني نحن اليوم بتضل تحتفظي فيها لفترة بتضلي طويلة، بتضلي 10 سنين مثلا أنه هذا والله الكمون عندي أنا من زمان ما في هذا، يعني من الناحية الطبية عم بحكي، أما من ناحية الطعم والفائدة غير الطبية ما في مشكلة ممكن استخدامه. الأمر الآخر اللي هو كيفية استخدام بعض أجزاء النبات بخلاصات أو زيوت، أيضا هنا موضوع الزيوت موضوع له شجون. نطلب زيت جوجوبا مثلا المفروض يكون سعره على سبيل المثال سعر معين، بنلاقيه بسعر منخفض جدا، فكر المواطن انه هو حصل على يعني سعر افضل الأصلية. للاسف بيكون هو زيت اخر، اما بيكون مغشوش بزيت خلينا نقول مثل زيت البارافين او بيغشوه ببعض الزيوت الحامله مثل زيت عباد الشمس او غيره، وهذا الموضوع هذا النوع من الغش يعني غش يمكن كشفه بالمخبر لا يمكن كشفه بشكل مباشر، وبالتالي هون في مشكله. انا اليوم عم باخذ ثقه الشخص اللي عم بيعطيني اياه ولا يوجد ما يؤكد انه هو، لذلك هون نحن بنقول خلينا ناخذ من مصادر موثوقه، ودائما نحن بنركز انه لازم يكون الاسم موجود بواضح على العبوه، الاسم اللاتيني الاسم الانجليزي، رقم الترخيص والتسجيل في وزاره الصحه السوريه، ايضا هناك معلومات ترتبط في اللي المفروض نحن ننتقل الى اللي هي الحقائق الغذائيه. بعض المركبات ممكن نحن ما بنعرف انه هي ممكن تؤثر تاثيرات معينه، خلال رؤيه هذه الحقائق الفيزيائيه نحن التغذويه بنقدر نعرف نحن انه هذا له تاثيرات او لا، بالاضافه الى موضوع الجرعات وطريقه الاستخدام. يعني نحن كمان الجرعه مفيده، اليوم في بعض النباتات اذا تجاوزنا الجرعه بنلاقي في سميه، ويخطئ تماما من يقول بان النبات اذا لم ينفع لا يضر، ابدا هذا الكلام ما هو صحيح، لانه في بعض النباتات بالجرامات قد تسبب مشكلة. يعني ومشهور دائما أنه في بعض نباتات مثل النبات اللي انتحر فيه سقراط بضع جرامات انتحر في باستخدام أحد النباتات، إذا هذا الموضوع غير دقيق بأنه هو يعني موضوع سيان. الأمر الآخر كيفية تقديمه للمستهلك النهائي، بالنتيجة اليوم لازم يكون حفظه كامل، بعيد عن الضوء، بعيد عن الرطوبة، مغلب بشكل صحيح وواضح، ويحتوي على كل المعلومات مثل ما قلنا، وهناك نشرة داخلية تتضمن مضادات الاستطباب، التداخلات الغذائية الدوائية، التداخلات الدوائية العشبية، كل هذه المعلومات يجب أن نطلع عليها. على سبيل المثال الجريفون اليوم قد يتداخل مع بعض أدوية خفضات الشحوم، ممكن نحن نلاقي بعض المركبات المستخدمة تتداخل مع المميعات، مميعات دم بياخذ هو أسبرين وأخذ هذا العشبة فصار في عنده تآزر في المفعول، صار في عنده مشكلة، أو على العكس قد تثبط هذه الأعشاب دور بعض الأدوية، فلازم يكون في فرق زمني بين استخدامهم. لذلك أنا برجع بقول هناك مراجع معتمدة يجب العودة إليها
من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة والحفاظ على الصحة بشكل يعني صحيح. دكتور شادي، اليوم عالم الطب والأعشاب وكمان عالم كتير كبير، وكنت معنا اليوم لضيفة أكيد نصايحك لكل يلي عم بيتابعنا ولنا كمان عن حول مدار الأعشاب في حال تم الغش أو في حال ما كانت. بيسعدنا كان كثير وجودك معنا لكم. ويسعد صباحك. يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتور شادي الخطيب، دايما بنضيء على معلومات كثير مهمة بعالم الأعشاب. شكرا لوجودك معنا. يعطيكم العافية. شكرا.